الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وخرقه حرام، خرق شدني إجماع، يعني برجيني إجماع بشيني حاربي كاكها حرام أزابت بالمخالفة بويكوا دجي إجماعي عمل شبكي للتوعد عليه تهرشي در حقاتي حيث توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين في الآية السابقة، كفمن يوله ما تولى ونصله جهنم. وهي أن إجماع جرباز يهبو مسلمان أنا أو هرشكيا كواب. فعلم تحريم إحداث قول ثالثين حربي كاكا حرام قول شي سيمش بيدابكي كنجين، وإحداث التفصيلي زعل بين مسألتين دو مسألة كوتاي في هاد بن حربي كاكا خلافك استقراري قربية تبتي قول شي سيم بيدابكي أو شان حرامة زع شرح كيكين آه تفصيل جوهاية وإحداث قول ثالث في مسألة لمسألة اختلف أهل عسل فيها على قولين، كأهل أوق عسل تنها دو قول ينهبن أتو باشي تندها ست سالي دي كبي قول شي سيم بيدابكي هكاك أوشان حرامة أوشان حرامة. با مثال دو عادي من بيجو اختبوت بينهم لبنور العصر الصحابان خلاف ابو هند قوتيان زد برايان ساقيتك هند شيش قوتيان مشاركة يعني لقركا كواب ضمنا او دو قولا متفق بون كزد ميلاد قرا شو يدري مشاركة هر دري ميلاد يدمي او يدري برايان اش ساقيتك او شر دري ميلاد يدمي وايا يانا يعني. اتو هستي قول السيم بيدام كبري والله او زهري برا با بيلي ساقيتك با بيلي بيبشا كين با ميلاد بو برايان بي وايا يانا يعني. لوش که هیچ اتفاقی شیتی دنیا او یعنی هر وها و احداث التفصيل بين مسألتين يعني تفصيل شي لبين دو مسألة پیدا بكي لم يفصل بينهما أهل عصر أهل عصر شي أو تفصيلاتي پیدا نكذبي. مثلا خلافة تاقوى خوشچه باوي خوشچه داشه ميلاد گرن يعني ميلاد گرنين دو قولة قولك اللي لبرو يزوي الارحام الناقلن قولك شي جدري اقل ميلاد قل يدينا بو دقلت واي انا اتوبسي تفسيرات ابن لبرو خوش شبابي شوك خوش شنيريني دقري برام خوش شدع شي ناقلي اقصد لي قبو ماكري ليش دي كان جيني جوزا قبون لي ان خرقاه اقل خرق اجماع بك اي خرق الثالث والتفصيل الاجماع قول السيما كو تفصيل كي تازم أسمعك الخلق إجماع كان بأن خالفا ما اتفق عليه أهل العصر مخالف من لقر أيكوا ضمنا أهل عصر متفق بخلاف ما إذا لم يخلقاه برام أقر خلقنا كان دعاء مثال كي بودي أو ينقيدناك. وقيل قيل شديك قوتيتي هما خارقان مطلقا سيما كو تفصيلك هرب خارق دا أندرين حارب كاكا بمطلقي او جاء اهل عصرك اتفاقي على السربوبي يانا او جاء او مطلقنا علينا سر معنى اخوينيا بمعنى ابدنا بين قيد قيود بوبين توا لو لان الاختلاف على قولين كوان اختلافي على السرد قولا هو يستلزم الاتفاق على امتناع العدول عنهما لي لازم دي كوا اتفاق يعني كذي مانع دو لو دو قولانا قول شي ديك فايدا بكري خذ ضمن اتفاق على السر هندي هي خلاف يعني دو قولان بو معنى قول سيمنع بها بي ضمن او اتفاق واحد هل وها وعدم التفصيل بين مسألتين معنى لأن عدم التفصيل بين مسألتين كوان تفصيل يعني دايت بين دو مسألة أوش يستلزم الاتفاق على امتناعه ليه لازم ديك وتفصيل ممنوعة وأجيب جواب قيل إدراي تواب بمنع الاستلزام فيهما ليه لازمنا كواب وقر خرق إجماعناك قيدناك. مثال الثالث مثال قول السيم الخارق كخرق إجماع بك ما حكى ابن حزم أن الأخ يسقط الجدة ابن حزم الزاهري ربرا بابيني ساقتك
حارب كاكا. وقد اختلف الصحابة فيه على قولين. الصحابة اشتنها دو قوليان هبوينة. قيل شي الصحابان فرمو يسقط بالجدي براب بابير ساكت بيشكا بابير أسلا أو حاشية وايا يعنى دوان فرع الجديشة أسلا تواني فرع خوي ساكت بكا. وقيل يشاركه كأخين. قيل شي ديكي الصحابان تنا والله بابير مشاركة وشي برايشي شراكتي لقل برايانكا لو بو اعتباري حلقي وصل لبيني هر دكان بابا براب باب يقعته ومردي بابيرش باب بابي دقاتي حلقي وصل بابا وهي يعني ما دام حلقي وصل يعني كا دبع شراكة يبكن خلاص لو دو قولانش يعني ذات النبوة أزاف إسقاطه بالأخي كابن حزمري والله من بابير سات قتك مع أنه أصل عائلة شا خارق لما اتفق عليه القولان خرق أو اتفاقي كذيك هردو قول كان لسر متفقا من أن له نصيبا لهردو مسألة عنده حسين لميراتي هي مسألة يكبري كل هيتي أو ديكري شراكة هيتي وابو يانا ابن حزمري هيتي دي أيوة خرقي إسماعك ومثال الثالث غير الخارق هر مثال السيما كمان كخرقناك ما قيل كقلت لا يحل متروك التسمية سهوا لا عمدا أو ما سمح نفيها أجر متروك بسم الله هناك لا بسهو حرارة البراوكة لا عمدا مرام بقصدي حرام يبويه عليه الحنفية وقد قيل يحل مطلقا هل وهذا لان إمام الشافعي قول بهند يكلا أروى عليه الشافعي بقصدي بيبسهو ببهاتيه بسم الله هناك هي الحرارة قيل سيم أري يحرم مطلقا حارب الكعكة أنا بمطلقا حرامة سهو بي عن عمد بي برام ليرة خلقي اتفاقي نكر لو فالفارق بين السهو والعمد أو الفرق لبين السهو عمد كديا موافق لمن موافقة لبو أو مسهبي لم يفرق في بعض ما قاله كفرق نكر ديا لا هذا شيء كقوتيتي مثلا لا كمي إمام الشافعي فرمي أقل بسهو نيكر بي هل حرارة ونيا بعمدان يجنا يكل بها الحرارة لو كلمة كدري بس هنا يكل به بس هنا يكل به موافقة لقر حنفي لكلمة سهوية لقر بيتيك كاتوا وايا يانا إذا كابو خرقي إزماع كينك ومثال التفصيل الخارقي ما لو قيل بتوثير توريث العمة دون الخالة قول السيام نائي تفصيله كخارق عدد بي أنا والله خش باوي ميلاد يجري دون الخالة برام خش لا شيء نجري أو العكس يعني بعكس هو كابر أبري وقد اختلفوا الصحابة خلاف عنها وفي توريثهما يعني أهل فرائض خلاف عنها مع اتفاقهم على أن العلة فيه أو عدمه وكان سببي فيه إيه ميلاد قتني أو في عدمه إيه ميلاد نقتني تيجيش نكاكا إرث عدم إرث سبب كيسيا كونهما من ذوي الأرحام هر دو پورا كان خوش باو خوش داشه ذوي الأرحام أجا اوي داري داي دمي اري بالرحمة داي دمي اوي داري ناي دمي اري شكو خزمي پشتيني ناي دمي هر كسان اجا فتوريثو إحداهما اتبتي بدي خوش باوي دون الأخرى ندي خوش داشه وايا يعني مع أنه علة شانيكا خارق للاتفاق خارقي أو اتفاقات كديك علة يعنيكا موافقا. ومثال التفصيل غير الخالق او تفصيل اشك خرقي اجماعنا كما قيل تجب الزكاة في مال السبي دون الحلي المباح وعليه الشافعي وقول الشافعي مال من دار دي بالزكاة اللي بدري خش لجنان كمباحة زكاة اللي نادري وقد قيل تجب فيهما قول شيش قوتيتي لهر دكان واجبة أو قول شيا وقيل لا تجب فيهما قول قوتي لهي كان واجبني إذا فالمفصل أو تلي دارك إمام الشافعي رماري من داري تيدايا حلي تيدانيا موافق لمن لم يفصل موافقة لقال أو كسي كفرمويتي لهر دكان واجبة في بعض ما قاله لهذا شيء هاربك عكا كقوتي تجب فيهما لما من ذلك دري واجبة موافق بولا قربي وهي يعني وعلم
من حرمة الخرق الإجماعي أنه يجوز إحداث دليل درست دليل شنوية بو إجماعي بدي تريتوا لحكم لحكم شي أي إظهاره مقصودش لحكم كي ونيا حكم كبنوي دروز بكري بركو أشكلاي كي حكمك هبوا لكاتي إجماعي إتيا دليلك هبوا لكاتي إجماعي برام أوان هستيان بينك ديا أو تأويل لدليل حاربي كاكا يعني تأويل يبكي اي دليل شي تأويل اي دليل شي بكي يوا او جا مثال اي دليل شي اما ارين برغتان شي كان يد واجبا اري برغم آية قرآن اجمع ودري مخلصين له الدين وايا انا او خلاص او اجمع الاسر بس لا كان يد واجبا دعاية ايشي دي كده والله حديث بخاري ومسلم شيء انما الاعمال بالنياتي سمعني عني او دليلش بعقل ضعفي وايه يعنى ايه يعني تأويل دليل شبكي لو ليوافق غيره تابو خاطري او تأويله ولا دليل كيبكا موافق بلقل غيري خوي كما بتأويل قوت لايا مثلا پیغمبر صلى الله عليه وسلم امري كدي حف جار لبساية سياوة قرب كريتوا للرواية الشيهية افرميه هشتمين جار بخوري بي وايه يعنى ای باشه خودتو نبی بچی تناقض چی درست که ایده بینی اوانا اره قو اوی اجماعی لسرا داره بای هشتی گوتیا تا هفتکی اهمال نکین او تأویلی هم کردیا او تأویلی هم لهشت نکردیا رقم هشت وجودی نیا برام بلغز پیغمبر صلی اللہ سلام بای فرمویتی تا هفتکی اهمال نکلی و گرنجی پی بدری اوشی وصل جناب مولوی درسی گوتوا کابرای کار گویی قربان آمین واجب لفاتحایا یان واجب نیا گویی برای واجبه کروی داره فقیه کان گوییان قربان آمین سنت فتح القریب داره سنتا تو بگویی واجبه گویی اما پلی پیو دیار بو گر گویی باب سنتا ولله اللی نکشی فریاده وای اینا از آو تأویلا تأویلی اکنون داره پیغمبر صلی الله علیه و سلم هشتکی بوی گویی تا هفتکی اهمال نکری وای اینا اما تأويل شي دي بو ابي الموت سمعني عجنيا حاربي كاكا درين پیغمبر صلى الله عليه وسلم كهشت كي فرموا هشت كقرا لقال حفت اوكي ابي تهشت منا حفتي او بن ايش يشقر بي اكاته هشت كوابو لقال حفت كي تسن المنافين ابو تأويل كشم درسته وايا يعنى هشت غيره وقال وقال حفت او كان كفتيا ايك زائدا حفت اكاته هشت ابي جو تأويل بو ابي الموت تجيش تقاكا ما نعني او تأويلش ببين يوا ايه لو شو موافقة لقل تأويل ديكا او دي داري تا اهمال نكري واي انا ام نشكا قوتم هشت با زائدا حمد اكاتها ايك زائدا حمد اكاتها هشت واي انا موافقة لقل تأويل يوا معنى حمد اكام هل اهمال نكرت واي انا ايه اجام او قوتي احداث دليلين او علة لحكم غير ما ذكروه من الدليل يعني علة شي دي كبه بن يوا حاربي كاكا لحكم لحكم شي غير ما ذكروه من الدليل والتأويل والعلة غير او دليل او تأويل وعلتي يعني كقوتي تان مثلا ارين علة الرباية لقن ميتيا اقتياته قوت انسان بيرجي ام دارم وضع علتي يعني علتي شي دي كشاتي دايا مدخل اشا رسالة شهر جيري خلانا بي وايه يعنى زمان يعني تقيد كاقوتي مدخرة وايه زرري نبو لجواز تعدد المذكورات سنك أكري دليل تأويل إلا همو تعدد يعني تيدا بي إيه كنجين إن لم يخلق ما ذكر بو شرطي أويك وباس ما كد تأويلك وعلتك تأويلك أخرقنك ما ذكروه خرق اوي نكاك علماء پیش دا فرمويتان طبعا او مثالانه هيمانا هنامان خرقه هيچي نكرديا واي بركو تقويش كرديا بخلاف ما اذا خرقه برامج خرقي بكا بس جوري بي ان قالوا لا دليل ولا تأويل ولا علة غير ما ذكرنا ها غير ما ذكرنا ونكاكا لغير مذكورات ما هيچي لكنيا بري والله بابا لقلمي اقتياتها ونيا ادخار هوا اتو ومري او خرقت كد برا ما قلب لي هردو كون تقويت كد فرقها يا إيه. وقيل لا يجوز احداث ما ذكر مطلقا
حربی کاکا اوی که باس من کرد لا علتی و لا تأویلی و لا دلیلی تنابی هیسی احداث بکره مطلقا بمطلقی او جا خرقتای ان خرقنقا لانه من غیر سبیل المؤمنین المتوعدی على اتباعه رسكو ربازي ايمان داران پیش دا اجماع بسترائه او ربازي ايمان داران و هرشا وكابراه هاته كا اتباعه غير سبيلي وامكا لآيته كي رابردودا و اوزيب بأن المتوعد عليه ما خالف سبيلهم او كشتش انقود بي ومخالف وامبر ببيئته لا ما لم يتعرض له برام شتش ان بحزن كربي اتوش باسي بكي او نابت غير سبيلي وام كما نحن فيه وشي مثال ما مثلا تسقيه وبحثي ادخاري عنك دي هل بحثي قوتي عنك دي من بحثي ادخاري شكب سزرر لمسألة كين هذا وعلم من حرمة خرق الإجماع الذي من شأن الأمة بعده أن لا يخرقوه كشأن أمة وانا بخرق إجماع كذا لو زاندراتي أنه يمتنع ارتداد الأمة في عصر ممنوع هبو أمة ليك لا كافر بيتوا لعصر شي سي مسلماني تيدان بينن وای آنا، آبی باهند ایتی ارتداد می نوا که اسماع کنه بسیار نسل ارتداده. سمعان، اوجل بر لروی سمع و کپی غنبر صلی الله علیه و سلم فرمی لا تسمع امتی علی ضلالت. لولی خرقه اسماع من قبلهم، چون اگر اسماع نسل ارتداده هبی، او اسماع جوام که کفریا، خرق اسماع پیش خوی آن کن. على وجوب استمرار الإيمان كإيمان دبي هرب من هتان بخير سول لأداته واي أن إبو إزماع إزماع كيدي هما وشيتوا والخرق ذاك السك سؤالك ارتداد الشر قول بي وبفعل بي أري والخرق يسلق بالفعل والقول كما يسلق الإزماع بهما إزماع جبو قول فعل أنا قلت لي واي أن الشر نيها القول بن إيه وهو أي امتناع ارتدادهم سمعا الصحيح لحديث الترمذي وغيره إن الله لا يسمع أمتي على ضلالة خلاص أو برقة كما أبو وقيل قوتيت أن يجوز ممنوعني ارتدادهم شرعا حابوي بيك وكافر بنا وكما يجوز عقلا وكل عقل جدوسا وليس في الحديث ما يمنع من ذلك ويقول حديثه هيز أو ارتدانية كبري والله جائزة منع جوازبك لو لانتفاء صدق الأمة شكو كاتي كمرتد بونوا أمة بيغمبري نينا صلى الله عليه وسلم خارج من لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كجن وقت الارتداد لكاتي ارتداد صدق يعني وسنايا كأمة بيغمبري بن صلى الله عليه وسلم ووجيبا جواب قيل من داوا بأن معنى الحديث أنه لا يجمعهم حاربك على أن يوجد منهم ما يضلون به او ما يضلون فاعل لا يسمعون يا معنى انك توشتك في قمراب حاربي لسر اشتشي كلي عن بيدابي ازا او ما يضلون الصادق بالارتداد ارتداد اش دقلي توا غير ارتداد اش دقلي توا لا اتفاقها على الأمة اي الامة في عصر على جهل ما اي شأل لم تكلم به برام مانعني امات متفق بي لسر نزانين اشتشي كتكليف لين كلابي وای آن ما دام تکلیفی پنک را بی معنی عنی همون یعنی جاهل بن باوشته. چه معنی عقیه؟ بیان لام تعلمه و چی تی که تفضیلی بین عمار و حذیفتا. او اگر مثالاً فإنه لا يمتنعه او ممنوع نیست که و حکمشی شرعی نیست حق من بسر داره. وای آن على قیب هندی ونیم. على الأصحي لول عدم الخطأ فيه چک به هر دان اندري. وقیل يمتنعه قيل قوتي ممنوعة وإلا كان الجهل سبيلا لها شو أقول نرين ممنوعة الجهل أبيت السبيل أمتي حارب كاكا الجهل جنابي بيت السبيل هم أمتي كوابو فيجب اتباعها فيه دبي تابعي أو أمتي بين لو إجماعي كبوت السبيل وان وهي أنا وهو باطل اتباع الجهل يشتشي باطلة قيل ودارين برام أما دارين لأموري تكليفية مقصد إجماعي أكرين غير تكليفية حقبان بسردانيا وأجيب بمنع أنه لا سبيل لها حاربك أكاب جواب دينها أري أنه سبيل لها أو جهلا سبيل أمتها لو لأن بمنع كاكا وأجيب ورامي قيل دينه بمنع أنه سبيل لها ممنوع برين أو جهل سبيل أمتها لو
لأن سبيل الشخصي ما يختاره، سبيل شخصي اشتكى كبخوي هريب أو فلين لا قولي بي أن لفعلي بي. أما الجهل اشتكي طبيعية ونيا عدم علمه، وعدم العلم بالشيء ليس من ذلك أو نابت الرباس عدم علم كاكا اشتكى قائمة بذاتي كابرا وايا لجير اختياري ويدان أبوام. أما اتفاقها اتفاق أمتي على جهل ما كلفت به وشي وجوبه نوشه مثلا حمولي ليك رابرين والله نازاني نوش واجبه عنا فيمتنع قطعا. أو جاري وفي انقسامها فرقتين أمت ببيت دو تاقما، كدرين أمت مقصود من علماء أمتها تيجيشتي ببن دو تاقما في كل من المسألتين متشابهتين لدو مسألان مسألة كان جويكسن حاربك عكا كل من الفرقتين مخطئ في مسألة حاربك عكبرين كل واحد لو هرد فرقانا لمسألة شيء مخطئة من المسألتين لمسألة شيء مصيبة تردد ليرة تردد يتأخذ درست أو قصيب كينيانا تردد العلماء تردد للعلماء مساره لا سهر استعيا وترددا هل أخطأت آية أمد بحر داسوا بنظرا إلى مجموع المسألتين كتوا تماشى هردو مسألة عم كين بيك ويان كوب كينوا لبروي مسألة كان بتوابي نزان راينا برين بحر داسوينا فيمتنع ما ذكرا أو جهنج ممنوعة برين والله مو يان مخطئنين لبيكوا لو لانتفاء الخطأ عنها بالحديث السابق شكا إجماع نبوة لسر خطأ غلو شي حديث كواي فرمو أو لم يخطئ إلا بعضها يعني هل هندش بهر راتوا نظرا إلا كل مسألة على حدة يعني برين لبروي هر مسألة مسألة شي سر بخويا أو مخطئة خطأ أدين باروي أو زانتي أو داخل مخطئي نبو كوابو إزمع لسر خطأ نبو وايا يعني شو حتما أو لو مسألة مخطئة يعني كمصيبة لو مسألة ده وايا يعني مسألة كي ديكاش أكلي أو مخطئ بي أو زاري أو ديكا لو مصيب بي كوا استماع لسر خطأ نبو وايا يعني إيه. أو جاء وهو الأقرب حاربي كاكا أري أو انقسامة مانعني قيدناك باها بي وايا يعني إيه با لسر خطأ إيش بي قيدناك جاء الذي وهو الأقرب ورجحه الآمدي وقال إن الأكثرين على الأول برام قوتي شي زوري لكان لسر إيكامينا كبري بخطأ شوينا برام لحقيقة أوي كوا قولي بقوة أرنا تواني بريهم بخطأ شوى. وعلم من حرمة خرق الإزماع الذي من شأن الأمة بعده ألا يخرقوه أنه لا إزماع يضاد إزماعا سابقا هز إزماع أجنبي ببصره كدجي إزماع شي بيش أخوي بي أوش متفق عليه خلافا للبصري ككابراي شي معتزلية لنا وأهم علماء نتنها أو قوتيتي مانع ليه أها ممنوع إزماع لدواء إزماعي ببصري وايا يعني أبي عبد الله في تجويزه ذلك أوتي دروس إزماع شي مضاد لبو إزماع الصادق ببصري وقال قوتيتي لأنه لا مانع من كون الأول مغين بوجود الثاني مانع قنيا يكمكا كاتب ودان رابي هتا دوما كدبي هنجل أو الغابي تو دوما كإيشي في بكري أو هاي قوتيا برام أقعد لي بها إزماع أمد لسرند إزماع لفاج إزماعي نابي تقشت كاكا أزعين لبرتيا شكتو كإزماعات كل بدجي إزماعي إيكم ديالوان لسال الله لعلد وينوه وايا دجي حديثي بك لا تستمع أمتي على ضلالتنا أقرا تشغلت بي لسان ضلالت لا تودي تجيل الإزماع دوام مناتو استماع لسى ضلالتك كواب اشتكى ناقون زينا سمعا ناقون زينا وأنه أي الإزماع بناء على الصحيح كالس القول الصحيح بروين قوتمان أنه قطعي وأن لما نقول قطعي إزماع وبو لا يعارضه دليل لا قطعي ولا ظني نابي هز دليل معارضي كازا دليلك قطعي بي كقرآن تواتر حديث تواتر يعني ظني بي وشي حديثي أحادة لو إذ لا تعارض بين قاطعين لاستحالة ذلك نابي دو دليل قاطع تعارض يعني لبين بيدابي ها كقرآن يعني حديث تواتر لقر إزماعي وان لا يقدر الزيد لقطعي هم
ولا بين قاطع ومزنون. لبين قاطع شيش لقال مزنون شي نابي كو أما نابي حديث بيني نرزي قرآني شو قرآن تواتر حديث خبري أحدا أو هاش حديث نايت الرزي إزماعيش لو لإلغاء المزنون في مقابلة القاطع فمزنون لبرامبر دليل قاطع لغو كليتوا أو بكيرو جيبوتون قود وتم إمامي نوي لمجمع فرميه متى خالف خبر الأحادي نص القرآن أو إجماعا وجب ترك ظاهره. نبي واصل ظاهري حديثك أحد بينين أو إيريا أجا أجر في التأويل كلا تأويل بكلا برخات القرآن وآية يعنى في التأويل نكلا الغاية كي عملي بين أكله إيه. وأن موافقته أي الإجماعي موافقة إجماعي خبرا لقى الخبر شيء لا تدل على أنه عنه حاربي كاكا نابت برقاء أو موافقة كوابري إجماع لسر وخبره لجواز أن يكون عن غيره حاربي لو أنا إجماعك لسر اشتشي دي بس لابي أها كابراري إجماع لسر دي نيجواز بلا عبادتي وهي أنا برقاء شي برقاء إجماعي إجماع لسر بس لسر حديثي إنما الأعمال بالنيات وهي أنا الشر نهر أوش بي وابي او مجمعانا برقشي ديكي عم بدر زوب وتوهر هس بيناكي هتوهر هس بيناكي ونيا لجواز ان يكون عن غيره ولم ينقل لنا او برقش بومنات استغناء بنقل الازماع عنه دبروا ازماع واندبا قوته بيناوي اتو برقي ازماع بوتو نقل بكلي ازماعك مهمة سمرك لين دلي ودستكبي بل ذلك اي كونه عنه هو الظاهر ظاهر او هايا إن لم يوجد غيره أجر غيري من أبو بمعناه بمعنى أو دليلي بي إذ لا بد لهم من مستند سكاد بإزماع مستند خويها بكما تقدم كأوشي رابلا بران فين وجد فلا حاربي كاكا أجر هاتو دليل شي دي كهبو أو كاتينارين ظاهرة لويش دا لجواز أن يكون الإزماع عن ذلك الغيري لو أنا إزماعك لو غير إجدابي تما شايكا هل إيه نيتي كاكا ألي نيت بيوست بو عبادتي هو إزماعي على السلا ألي مستندي إزماعي تيا والله حديثي إنما الأعمال بالنياتي هي وايا يعني دواش دار باب خوهر وحديثا نيا احتمالي هي كفيغمبر صلى الله عليه وسلم لأضحيي نيتي هنايا حالي كاكا أو مستندي عموبي إيش يديك اللي يبرن دبي توالي والله لرجيج نيتي هنايا إني إذا صائم إيش دي كدري والله لحزيش بدن جنيت يا هنايا أو همو أدل لنا إجماع أتواني ليس إيك إيش لو برقانا بسا ليش دي كاكا بلا بقال هل هيتش الدزنا كوت سي برقا يدي كدزنا كوت بل الظاهر أويا أو دليل بي تو إيش تعج احتمالي هي دليل شي دي كهبي أو أوان إجماع يعني سر بس بي ذكر يعني نكر بي أتو زفرت بينا بر بي أبرا ويش زعفت هي لعلم ده استاني حاربوي إذا كان أبو إجماع أوها بقدر قيمته دواي برقي لإجماع مكة حالبوي ورغم أنا عجني برقي بوبيني وبري أو برقي عن حياة شيء إنسان كيف يبيديو دري بيخوش بي. وبل هنا انتقالية لا إبتالية قلت بل ذلك هو الظاهر حالبي كاكا وتم كما قبل كي بتاركاتها الانتقال معنا أو الظاهر لويداء أو برقي هوبي وعطف هاتين المسألتين على ما قبلهما أو دو مسألة إيرقوتي وأنه لا يعارضه دليل وبيانا وأن موافقته خبرا لا تدل إيش بأنه إيش بأنه يقول وبيانا إيه وإن لم تنبني على حرمة خلق الإزماع بابا يوندشيان بخلق إزماع ونبي تسمحا بتاوكو شقعة فكر برام ولو ترك منهما أنه أقل لي كما كي أنه ينقود باي قود باي ولا يعارضه وأن لإدوى مش قود باي وموافقته خبرا لسلم من ذلك لو احترازيك وتاوكوش إمام بوكر هكاك سلامة أبو مع الاختصاري كرت ريجبو خاتمة زاحد المزمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة أو بنا تاري لديني دزاندري وهو ما يعرفه منه الخواص والعوام هم عالم ديزاني من غير قبول للتشكيك وشي وجوب الصلاة وجوب الصوم وأن يكاكا أذا
عوام بيش بيزاني من غير قبول لتشكيك دبر قبول شقناك فالتحق بالضروريات حاربك كاوج ملتحق بالضروريات كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر أو نوعانا أو يعني كافر قطعا بكافر ذا أندري لأن جحده يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه لو حكبيدة وما أوهمه كلام الآمدي وابن الحاجب من أن فيه خلافا ليس بمراد لهما ما بس يعني ونيا أو خلافة بك بكافر دانين حربي مقصود يعني أو نوع إزماع عبوة كلا يعلم من الدين بالضرورة بس خواص كان بزانن عوام نزانن مطلق الإزماع يعني مقصودنيا إيه وكذا المجمع عليه المشهور بين الناس المنصوص أروها مجمع عليه كلنا وعالمه هبي برام نسي قرآن الشيء قال دابي هربي كحل البيع وأحل الله البيعة أبي زاحده كافر شو قال إزماع جنبا إلى بالقرآن كابرا في كافر أبو ويا يعني قال إزماع جنبا في الأصحي لما تقدم شو تكذبي تدعى وقيل لا لجواز أن يخفى عليه أدي إزماع نسي قال دعنا بلا فيستايم وفي غير المنصوص برام مشهور به تردد قيل يكفر جاحده لشهرته وقيل لا لجواز أن يخفى عليه أو دو قولي تدعنا أما ولا يكفر جاحد المجمع عليه الخفي كابرا قد إنكار المجمع عليه شمكاك شارع وبي بأن لا يعرفه إلا الخواص تنها تعبة كان بزان وشي كفساد الحج بالجماع طبعا هو علماء ديزان وايا يعنى كان جنيش فساد الحج بي قبل الوقوف اقا بيش وقوف عرفة بي بران باش وقوف اشكو ركني اعظم كلات عزا حزك فاسد نابي شو الحج عرفته حزك هات زي بران في ديه كي تسري اما لي ردوش يقان تماشا الجماع يكرين كاكا فساد في ديه ها ايه ولو كان الخفي منصوصا ما نسي شي لسربي كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت السربي كسي كريشة شيش يا با لقال كسي بشتي تكملة الثلثين بيا قتري فإنه قضى به النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري نسك لبخاري هيا حاربي كاكا برام لبروي خفيا فرائسة تاملا تاشي نازان نارسي زي او عوامي خلشي وايا يانا اوش بي كافر نابي بركو تعليمك لي هروا ولا يكفر زاحد المجمع عليه من غير الدين حرب او مجمع عليه كبيوندي بديني ونيا كوجودي بغداد كابرا اجماع السر بري بغداد هيا تش كابرا شي لو غور بري والله بغداد وجودي نيا بي كافر نابي تش كبيوندي بديني ونيا او نو اشتانا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.